بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البول اللي عملنا له تحويل، العجل اللي هو فيه يوريسرال دايليتيشن بيتبول زي ما انتم شايفين. الكلى بتاعته اشتغلت والحمد لله. ادي الدايليتيشن، عملنا له العمليه وركبنا له فوليك اسيتر وابتدى يتصير والحمد لله. ماشي ان شاء الله يبقى زي الفل ان شاء الله باذن الله. اعمل له تاني خليه يتصير كده. الكلى اشتغل الحمد لله، لان هم اتاخروا عليه في العمليه فحصل رابشر في اليوريسرا، تمام، وتجمع البول في منطقة البينز زي ما احنا شايفين، منطقة البطن، وتجمع في منطقة البرينيوم، وإن شاء الله خير بإذن الله. وأشكركم دكتور محمود حماد المنياوي.